وادي الوفد المكسيكي وصل، لما نشوف هتلسع لايه. يا قلبك يا اخي، الامريكان وصلوا والمكسيكان وصلوا وزمانهم بيحددوا مصير بلدنا تكسيكو، وانت ولا على بالك. وانا هعمل لهم ايه يعني؟ هرمي لهم مزيكة حصب الله؟ يعني انت كنت عملت ايه مع التريجرز اللي طايحين في البلد اللي مورت لهم العين الحمراء مره واحده؟ انا عيني مش حمراء. امال انتخبوك شريف ليه؟ هما انتخبوني شريف عشان عيني حمراء؟ جنتلمان، لقد اجتمعنا اليوم لمحاولة فض النزاع القائم بين حكومة الولايات المتحدة التي أتشرف بتمثيلها وبين حكومة دولة المكسيك التي يشرفنا وجودكم في هذا المؤتمر ممثلين لها. سينيورز، إني أوافق صديقي رئيس الوفد الأمريكي على رأيه بخصوص إنهاء النزاع القائم بين دولتينا بخصوص مدينة تكسيكو، خاصة وأن هذه المدينة بالذات تتعرض لغارات عصابة التريجرز التي تقوم بحملات إرهابية لا حصر لها ضد سكان البلدة الآمنين. لذلك أود أن أعرض وجهة نظر حكومتي في أحقيتها في الإشراف على مدينة تكسيكو، وهي تتمثل في النقاط الآتية. أولا، من الناحية الجغرافية، فإن مدينة تكسيكو تقع في الجزء الشمالي من سلسلة الجبال التي تفصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المكسيك. أما من ناحية اللغة فإنها تتشابه تماما، فنحن نقول يس وهم يقولون يس، ونحن نقول نو وهم يقولون نو. عايزين إيه بقى أكتر من كده؟ ولكن الألاهيب التي يلبسوها في مدينة تكسيكو هي من ذات أصناف الهلاهيب التي يلبسوها في المكسيك. دي رقم واحد. رقم اثنين، أي كارل في رجل أي بني آدم في ولاية تكسيكو هو من ذات الكلالي التي توجد في الأهالي الموجودة في دولة المكسيك. ثالثا، أي مطب في أي شارع من شوارع تكسيكو هو من ذات المطبات الموجودة في دولة المكسيك. لذلك ترى حكومتي أن مدينة تكسيكو جزء لا يتجزأ من دولة المكسيك. أرجوكم أيها السادة ألا تنسوا أن الرياح الشمالية الشرقية الغربية الفوقانية التحتانية التي تهب على الولايات المتحدة الأمريكية هي نفس الرياح التي تهب على مدينة تكسيكو، ولذلك فإن حكومتي ترى أن مدينة تكسيكو جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة الأمريكية. إن الأمطار التي ترخ على قرعة بنت أختي في مدينة تكسيكو هي نفس الأمطار اللي بترخ على قرعة بقية قرايبي في دولة المكسيك. لذلك ترى حكومتي أن مدينة تكسيكو جزء لا يتجزأ من دولة المكسيك. بصراحة بقى أنا كنت فاكر نفسي بشتغل مع شريك جدع، إنما يا خسارة طلعت. طلعت إيه؟ طلعت جبان ورعديد وخيخ. انا جبان ورعديد وخيخه. اه، جبان ورعديد وخيخه. يا ابن الاوزع. ايه بس فلوس؟ شوف بقى، احنا حاولنا معاكوا الذوق والمسايسة منفعش. يظهر ان مفيش غير حل واحد هو اللي ينفع معاكوا. ده
عليكم حاجة بقى، إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لن تفرط في شبر من مدينة تكسيكو حتى ولو أدى ذلك إلى قيام الحرب العالمية الثالثة. إن شعب المكسيك يرحب بالموت دفاعا عن شرف تكسيكو. عاشت تكسيكو مكسيكية! عاشت تكسيكو مكسيكية! لن تتخلى حكومتي عن مدينة تكسيكو حتى ولو أدى ذلك إلى خراب بيوت. شوف تكسيكو مكسيكية حتى ولو صحي السنيور أبوك في تربته. بقول لك تكسيكو دي بتاعتنا. ليه بتاعتنا؟ تكسيكو بتاعتنا. أنا مش دايب قلنا لو قالوا يطلع لي بره. عزيزي انت اقنعتني فعلا تكسيكو دي مكسيكية. تكسيكو طول عمرها امريكي يا راجل. ماهيش راجع بقى خلاص خد يا راجل خد عندنا ثلاثة غيرها من بعد. تكسيكو مكسيكية. تكسيكو امريكية. لا مكسيكية. تكسيكو مكسيكية. لا امريكية. لا مكسيكية. لا مكسيكية. شيف!
شرف. جود مورنينج سينيور زلاتا. حظر انا جاي عشان ايه؟ عشان جنرال باتيستا. اه مظبوط، عشان جنرال باتيستا. قول في السجن. بس هو في السجن. اه في السجن. سجن. اه اميغوس جنرال باتيستا في السجن. تلاقيه واخد اجازه بيستجم. ولا مستخبي من واحده ست. ده غير قانوني، وريهم من العين الحمر. اسكت انت. سينور زلاطه، انت عارف ان باتيستا غاوي يسكر ويقلع عريان في الطريق العام، وده مخالف للقانون. اه مخالف للقانون. شرف، انت راجل طيب وابن حلال ومفيش داعي للعنف. انا بنفذ القانون. اه بننفذ القانون. ناقص انت. ايه ده ابنك؟ ده مساعد بتاعي. اه المساعد بتاعه. اه مساعد ميني. When Zalata say yes, you say yes. When Zalata say no, you say no. Senor Zalata best caballero in all Mexico. Baby! يا رب تمسكها. مسك. شي الشباك ملهوسة كده ليه؟ باتيستا حبيبي زلاتا زلاتا. لا ما راحتك يا جنرال. زلاتا حبيبي زلاتا. اصل انا اركب وبطل غلبة. هلا اركب مين فيهم؟ اوعى انزل، انا اركب كويس. انتوا فاكرين انا سكران؟ انا مش سكران. اللي شفته قبل كده مين ده؟ مش عارف، انما متهيألي شفته قبل كده. أعود يا زلاطة. فين الناس؟ أنا عايز ناس!
اسكتش علشان احمى قبل الخناقة. اتفضل كاس. ازازة علشان احمى قبل الخناقة. بسرعة. اتفضل. كاس دوبل علشان احمى قبل الخناقة. اتفضل. صب. يا خناقة مع مين؟ معاك طبعا عشان معيش فلوس ادفع لك. يا مستر يا مستر وجبان وحقير ويخاف من خياله. الله يرحمه. الله يرحمه كان يتسري على طول. حصلت ازاي؟ بصحي من النوم عادي. توني قوم يا توني قوم عشان تروح الشغل. قوم يا توني. مين اللي بيخاف؟ طب سام مات وعايشه لوحدك؟ لا معايا هاني. هاني؟ مين هاني؟ هاني ابني. بامبينو. انا بامبينو. يا هاني يا هاني. نعم يا ماما. هو ده هاني؟ شوف من امنم ازاي يا اختي. من امنم بالعرض. شوف سي زلاطة يشرب ايه. كل طلباته النهاردة على حساب المحل. حاضر يا ماما. هاني ما اعرفش طلباتي، انت بس اللي تعرفيها. طبعا وانا ممكن انسى طلباتك ابدا يا سي زلاطة. بص ايه رايك؟ تعال بقى معرفك بيها. تعال. حلوين. جميل. سوزي من عشرة الوحدة. ابو اسم من عشرة الوحدة؟ اصلا غاوية تخش سينما من عشرة الواحدة. بيدلعوها بزكريا. كاترين شاورما. شاورما؟ مدمنة شاورما. ماريا المندهشة. على وشها علامة استفهام. ست اخواتها. ست اخواتها؟ عشان تعيش. بنت اختي صوفيا كاراتيه. أول مرة تنزل الشغل. أول مرة؟ وآخر مرة. يلا يلا يا بنات حيوا سنيور زلاطة. We'll be right back.
اسمع. تعال ورايا بسرعة. ليه؟ نبعد قبل الكارثة دي ما تحصل. كارثة؟ مش فاهم. إن شاء الله ما فهمت كل حاجة تقولي مش فاهم مش فاهم. ده غير قانوني. إيه القانون ده؟ تقول غير قانوني. اجري. ايه؟ استنوني. ما تيجي تاخد معانا كاسين. ايه اللي جابك تكسيكو يا زلاطه؟ ما انتش عارف دي منطقه نفوذنا؟ انا اجي في المكان اللي يعجبني وفي الوقت اللي يعجبني. واذا طلبت منك انك تمشي من هنا. ها ها تبقى بتقول كلام بايخ وهيطير الكاسين اللي شربتهم. انت بتقول الكلام ده عشان رجالتك حامينك. انت عارف زلاطه كويس كده. هنشوف. عايز حاجة يا شاطر؟ عايز سلامتك يا فندم. السلام عليكم. شارف! شارف! ايه في ايه؟ زلاطة قتل كيك سايز من غير محاكمة؟ ده غير قانوني. ده البلد كلها فرحانة. طب يلا 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 يا اخويا يلا يلا. انت لازم تفرح ان خلصت من زعيم التريجرز والبلد بدأت ترتاح. قصدك بدأت تتعب. انت فاكر ولاد كينج سايز وعصابته هيسكتوا على قتل زعيمهم؟ بكره اتفرج على اللي هيحصل لما يعرفوا. طب والعمل؟ العمل؟ ما تفتي يا أوزعة. افتي يا أوزعة؟ ده غير قانوني. ابويا كينج سايز يموت؟ مش ممكن. مستحيل. قولي مات ازاي؟ هو ماشي؟ هو قاعد؟ وهو واقف؟ مات وهو موطي. موطي؟ اخي زعيم تريدرز يموت وهو موطي؟ وهنسكت على كده؟ لازم ننتقم منهم ليه؟ طبعا لحسن يبدا وضحك البلد. دادي اسكت! مش عايز اسمع صوت. والله عالي يا زلاطة، انت اللي بديت بالشر، انت اللي قتلت بابايا. شاهد شوية قبل العصابة ما توصل البلد. يعني خلاص ملناش عيش في تكسيكو. يلا بسرعة جهز الخيل واملى الزمزميات. اهو يعني البلد دي لو ليها حاكم مسؤول عنها كان يبقى ده حالها. استنى عندك، انت بتقول ايه؟ بقول لو تكسيكو ليها حاكم مسؤول عنها. حاكم مسؤول؟ والله ذكر. اسمع، ما تحضرش خير ولا تملى الزمزميات ولا تعمل حاجه ابدا. مش هنسيب البلد. انا مش فاهم دلوقتي. تفهم؟ خد ايه ده. بس مش تفهمني هتعمل ايه؟ شباب صباح الخير. شباب صح، أكبر صح. أنا تفكيري مظبوط 100%. يعني إيه؟
يعني زلاطه هيبقى حاكم البلد. ايه بتقول ايه؟ انت يظهر ابتديت تخرف. انا مخي يوزي البلد دي واللي حواليها. زلاطه حاكم تكسيكو؟ يا راجل قول كلام غير ده. عشان هو اللي يتحمل مسؤوليه وارتاح انا بقى من دوشه الدماغ. بقى ده كلام ناس عاقلين ده؟ ده بس ولا كلمه. ده اغص. ده كلام غير قانوني. ولا كلمه. طب انت مش ناوي تستقر؟ استقر يعني ايه؟ يعني تتجوز. ولاد الحلال كتير وفيهم واحده قاعده جنبك. مفيش حد قاعد جنبك. لا هنا شمالك انا. حلوه دي. مجرم هارب من العداله ويبقى حاكم. انا مش موافق ولا كلمه. انت كفو اللي متفقش بيه. انا اللي واقف. انا اللي اقول اه بقول لا كمان. وانا اللي اقول اه واقول لا. مش شغلك انت. انا رئيسك مش انت رئيسي. هاي شارب. هاي سنيوري. هاي هاي اودي ترانزستور. كلامك سكر يا سنيوري. ما تقعد تشرب حاجه على حساب المدام. من عينيا يا هاني. لا 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 انا كنت جاي لك في مهمه رسميه وارجو ان انت تقبلها. انت عارف ان انا ما بحبش الرسميات. هذه حاجه فيها مصلحتك عشان تستقر. استقر؟ ها؟ عايزني استقر. هتجوزك انت الاخر؟ لا 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 يا سنيور زلاطه، انا جاي اعرض على جنابك انك تتكرم وتتعطف وتتنازل وتقبل منصب حاكم تكسيكو. حاكم تكسيكو؟ لا لا ده انت قدها وقدود. ايه رايك يا سنيور زلاطه؟ حاكم تكسيكو؟ انا موافق بس على شرط ابقى جنرال رسمي وليا جيش على امرهم وانا امسك البنك التكسيكي وانا اقتصادي حريم البلد. هولا هولا. ايه قلت ايه؟ اركع. ايه اركع. اركع بقى يا سي زلاطه. اركع. باسم رجالي ونسائي واطفالي وعيال شعب تكسيكو، قد قبلناك حاكما لهذه المدينه ولاسرتك من بعدك، لتنصف المظلومين وتساعد الفقراء وتحمي الضعفاء، وينفذ هذا القرار منذ هذه اللحظه. ظهر ولا وش؟ وش. طب اجري شوفي وش ولا ظهر. نجمة بنتي. كان لازم اعرف من الاول ان انتي بنتي حبيبتي. بقالي قد ايه غايبة عنك؟ خمس سنين. انما اوعدك مش هسيبك بعد كده، هبقى اب مثالي. انما قولي لي انت جيت ازاي؟ بالحصان. بلم بلم. جيت لوحدك؟ امال مع مين؟ اخوكي؟ اخوكي الصعب الاصفر. هو فين؟ يا عروسة نجمة. هي لسه من يوم التريجرز قتلوا أمها
والصدمة. شوف قمر زي القمر. نفسي يا نجمة تتجوزي وافرح بيكي. ليه؟ ايه ده؟ نجمة عاملة اضراب. اضراب؟ عن الجواز. ليه؟ ايه ده يعني ايه؟ اتقدم لها 12 كلهم طلعوا زومبا. زومبا؟ ستة كسرت ايديهم، ستة خزقت عينيهم. امال عايزة ايه؟ وده مين ده؟ نجمة مفيش حد يملى عينها غير واحد بس. مين؟ يكون راجل زي زلاطة. يا حبيبتي ايه حكايه بنته دي؟ بنته اصله من 20 سنة كان اتجوز واحده هنديه من قبيله الاباش. اباش؟ اه. والهندي ده برضه بنته؟ هندي؟ هذا راجل احول اخوها بس من الام. سيوريتا نجمة الصبح، انت من النهارده امير تكسيكو مع تحيات حاكم تكسيكو. حاكم تكسيكو؟ انا من النهارده حاكم البلد دي كلها. سينيور زلاطة مع تحيات السحاب الاصفر وكل عيلة الاصفر. سينيور زلاطة، في جواب بقاله 3 أشهر معايا عشانك. من مين الجواب؟ واحد اسمه متولي. متولي؟ مومو متولي. متولي متولي ابن اخويا حبيب عم المحترم زلاطة بيه. أرسله إليك سلاما أرق من الهواء وأعزب من سلسبيل الماء. سلسبيل؟ ولعلك تذكرني أنا متولي ابن أخوك. بقالي 25 سنة في الغربة. غربة؟ ما أنا مش من هنا، من الحسنية. حسنية؟ ايه حسنية دي؟
كلام ايه اللي احنا ما احناش فاهمينه دول؟ افهمكم، انا من 25 سنة كنت في توت الحسنية وكان اسمي ابراهيم زلاطة، وكان معايا من الحريم 4. 4؟ طلعتهم كلهم واتجوزت بنت علمة هي اللي جابت داغي. ازاي؟ الاربعة رفعوا عليا قضية نفقة، يا الدفع يا الحبس. حتى البنت العلمة لما لقيت الحال اتدحضر بيا وافتقرت رخرف وقعتني قضية نفقة، عشان كده هربت من مصر وجيت على هنا وبقى اسمي سينيور زلاطة. مصر. مصر؟ ايه مصر دي؟ يعني ايه مصر؟ ويروحوا لها منين مصر دي؟ فين مصر دي؟ مصر. يا سلام على مصر. مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، وإن كان لوني قمحي ده من فضل مصر. مصر 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 مصر، ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر. ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر. ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا سحر مصر، ولا جو مصر، ولا 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 ده شيء مالوش حصر. open invitation روحوا زوروا مصر، وانتوا تعذروني لما اقول يا مصر. مصر 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 مصر، فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر، ده التاريخ في مصر والهرم في مصر والكرم في مصر. فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر، ده التاريخ في مصر والهرم في مصر والكرم في مصر والحلوين في مصر والجدعان في مصر. ده الحلوين في مصر والجدعان في مصر، ادوني عصايا ارقص رقص وانتوا تعصروني لما اقولها مصر. يا سوبر كينج سايز، خليك قاعد مطرحك مستريح لحد ما ناخد بطارة. ما تخافش، ولادك مش ممكن ينسوا طرهم ابدا. لا 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 يابا، ابا 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 لا ما توطيش، عيب. ابا
في في الواد اللي ورايا ده بكرهه بكرهه. أنهي واحد؟ من اللي لابس برنيطة؟ كلهم ببراميط. اللي حاطط منديل أنا بكرهه. كله مناديل. اللي ماسك كارت في إيده بكرهه. زلاطة كله بيلعب كوتشينة. يا أخي أنت راخر. ده بكرهه بكرهه. بتكره ده؟ سيب لي ده بقى. لا 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 زلاطة لسه مقفل انت على كله فوت مرة. عارف ايه اللي هيعمله؟ ابعتوا المتولي ابن اخويا. <تصفيق>
العنوان عندكم في الظهر. هي ساعة كم في الوقت؟ ساعة ساعة ساعة. ايه على البرنيطة؟ مفيش داعي، هيصحى تاني. دمك مش هيروح حضر، هنحرق قلبهم زي ما حرقوا قلبنا. رميت الورد طفيت الشمع يا زلاطة. انتوا ناسين حاجة مهمة قوي. هو في اهم من طار زلاطة؟ ايوه في. مين اللي هيحكم تكسيكو؟ نجمة طبعا هي الوريث الشرعي للحكم. ده غير قانوني. دستور تكسيكو بيقول ان الراجل هو اللي يحكم. ايوه متولي ابن اخوه فعلا. زلاطة طلبه قبل ما يموت، بس ده مش الوريث الشرعي. يعني نجمة ما تقدرش تحكم عشان ست مع انها الوريث الشرعي، ومتولي ما يقدرش يحكم عشان مش الوريث الشرعي. هو في حل واحد مفيش غيره. ايه هو؟ اتكلم. هما الاتنين يحكموا البلد. ازاي؟ نجوز متولي لنجمة. ازاي تفكروا بالطريقة دي؟ ازاي تحددوا مصيري من غير ما تاخدوا رأيي؟ ازاي تجوزوني راجل لا اعرفه ولا يعرفني؟ نجمة ما تنسيش ان متولي ده يبقى ابن عمك. ابن عمي ابن خالتي، يشيلوا الحكاية دي من مخكوا خالص. انا شايف كده برضه، بس الحكم هيضيع من ايدينا والتريجرز يمسكوا البلد من جديد. كل ده ما يهمنيش. ما تنسيش يا نجمة ان التريجرز قتلوا ابوكي. ما نسيتش ومش ممكن انسى. قتلوا امي وبعدين قتلوا ابويا. يبقى لازم نصدر لهم وناخد بطرنا منهم، واول حاجه نعملها ما ندهمش فرصه يرجعوا تكسيكو. علشان نقف قدام التريجرز لازم نمسك الحكم، وقانون البلد يمنع الست انها تحكم. ده حكم القانون ولا يمكن مخالفه القانون. وانا شايف كده. وابوك قبل ما يموت طلب متولي ابن اخوه. كل اللي بتقولوه ده ما يخلينيش اتجوز راجل لا عمري شفته ولا شافني. بسيطه، نجيبه هنا تشوفيه، واذا ما عجبنيش هترجعوه تاني. ده كلام سابق لاوانه يا نجمه. انتوا نسيتوا حاجه مهمه خالص، مش يمكن ما يحبنيش، مش يمكن يرفضني. انا شايف كده برضه. انتي بتعقديها ليه؟ ولا بعقدها ولا حاجه. الراجل اللي اتجوزه لازم احبه ويحبني، لازم يكون في شجاعه زلاطه وفي عظمه زلاطه. انا من بكره هنزل مصر وادور عليه واجيبه معايا. هو ده الكلام المظبوط، وبكده نكون نفذنا وصيه زلاطه عشان تبقى روح المرحوم مستريحه في الجنه، وقانون البلد ما يتغيرش، وتبقى اول ضربه في نعش التريجرز. انا موافقه، بس ليها شرط. ما اعرفش انه ابن عمي عشان اعرف اخلاقه على حقيقتها، وهنزل معاك على مصر عشان اشوف سيمتولي ده بنفسي. Thank you.
أنا محي الشرنوبي مندوب وزارة السياحة ومكلف باستقبال وفد من تكسيكو. أهلا وسهلا. هما وصلوا؟ لا ما وصلوش يا فندم. سيادتك قلت لي منين؟ من تكسيكو. تكسيكو؟ آه. فين تكسيكو دي؟ في مش عارف. إنما اللي أعرفه إن الحكومة مهتمة جدا باستقبالهم. إزاي ما فيش خبر عن وصولهم ليه دلوقتي؟ والله اللي حصل يا فندم. إحنا عندنا نزلاء من جميع الجنسيات. آه. إنما تكسيكو دي ما فيش. تكسيكو ما فيش. ما فيش. ايه الزيطة دي؟ اه لازم بوصله عن اذنك. تحت امرك يا فندم. ايه ده؟ تقاليع. انا مش فاهم ايه اللي اخرهم لغايه دلوقتي. لو سمحت. اهلا وسهلا يا فندم. عاوز جناح انا واختي. الاسم من فضلك؟ السحاب الاصفر. نجمة الصبح. جلبك منين؟ تكسيكو. ها؟ تكسيكو؟ هو انتوا ال لا مؤاخذة افتكرتكم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. اهلا يا فندم. اهلا. اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. انا مندوب وزارة السياحة بالحكومة الاستاذ محي الشرنوبي ومكلف بالسهر على راحتكم وتحت امركم يا فندم. اهلا وسهلا. عاوزين نقابل واحد عندكم اسمه متولي زلاطة. زلاطة؟ ايوه زلاطة. مش عاجبك؟ ازاي مش عاجبني يا فندم؟ هو في اشيك ولا رق ولا اجمل من اسم زلاطة؟ لكن قولي لي بخصوص ايه يا فندم؟ عاوزينه في موضوع فوق على مستوى دولة تكسيكو. بسيطة. انا اجيبه لكم. بس الاول اعرف اسمه ايه وبيشتغل فين وسكنه ايه وشكله ايه. اسمه ايه؟ في القاهرة. في القاهرة. بيشتغل فين؟ في القاهرة. في القاهرة. شكله ايه؟ في القاهرة. طب وانا اجيبه منين ده؟ من القاهرة. سيداتي أنساتي سادتي، حتى تصل الفنانة نجمة الرقص الشرقي بسلة عبده، يسر إدارة الملهى أن تقدم لكم بكل فخر واعتزاز المونولوجيست الصاعد الفنان متولي زلاطة. ايه ده؟ ده لسه بدري عليا. ولا يهمك. أروح الحمام. يا راجل جمد قلبك. أروح الحمام. رايح فين؟ أنت ما سمعتش الراجل وهو بيقدمك؟ ثانية واحدة بس يا فندم، اروح الحمام وارجع. وانا وقته. اروح الحمام يا فندم. اروح الحمام. انا بحبك. بحب على روحي بتسمها روحي. الحب خلاني كلفت في اغاني. الحب خلاني كلفت في اغاني. وعلى في الحمام واقول لروحي اوام. اقولها في الحمام واقول لروحي اوام. يا جودك انا ماليش دعوه. سلام اوام يا روحي اوام. قاعد كمان يا
عملتها فروع. مش عايز اشوف خليتك تعالي. والله العظيم يا فندم دي مؤامره من عبد الحليم حافظ، هو اللي مدبرها، وانا لا استبعد ان عبد الوهاب يكون مشترك فيها. برا برا يا فندم. برا برا الناس بتكسر في المحل. اللي احكي لك المنكيت يرد بابي يا سعاده بيه. انا مستعد تقلق، انت لسه واقف يا المدير كده. انت راجل يا مستر ولا عندك مات يا لهوي يا جناب المدير. انست وشرفت يا سمتولي. خد راحتك يا اخويا خد. الله يسترك يا استاذ نعيمه، انا بس هستريح شويه وبعدين انزل. اها ودي تيجي يا اخويا. كل كل ما تعملش تكليف، والنبي لو كان المرحوم جوزي عايش ما كان يسيبك تخرج من هنا ابدا. الله يقطع الفن وسنينه. هو جاب داغ المرحوم جوزي غير الفن. ازاي؟ غنى الفرح، قاموا المعازيم عليه، فشوا غلهم فيه، ما فيش يومين وكان في التربه. الله يرحمه. أنا يتعامل فيا كده، معلش يا صاحبي، أنا يتعامل في محل كده، معلش يا جنب المدير، شايف يا سيدي، معلش يا بيه، يتعامل في عزيزي كده، بس روح يا عطاء، أنا يتعامل فيا كده، خليك، والله ده حرام، خليك أنت الكبير يا جنب المدير، أنا يتعامل فيا كده، معلش يا بيه، أهلا كده أهو، صباح الخير، بس يا حسن، صباح النور، أي خدمة يا أستاذ؟ ولا كلمة، حضرتك مدير الكباريه؟ قصدك الخرابة، هو فين الكباريه؟ كباري خرابة، انت مش مهم، المهم متولي بيه زلاطة. زلاطة؟ ايوه زلاطة. معلش استريح يا حبيبي. فيه ماليش دعوة بيه خالص. كلمني انا، انت دلوقتي عايز ايه بالظبط؟ انا جاي بصفة رسمية بخصوص موضوع خطير جدا يخص متولي بيه زلاطة. لسه بتقول زلاطة؟ الخطة دي يا استاذ مالكو. ايه يا فتحي عليه؟ مالكو عطوني مالكو؟ انا عارف الراجل ده مجنون. اكيد مجنون. مجنون ليه؟ انا اقوله متولي يوم يضرب بس انا يضرب؟ طب روح وصلي على النبي. تعالى معايا. مودينا على فين؟ تعالى معايا بس. مودينا على فين؟ تعالى معايا. اتفضل. ايه مودينا على فين؟ انت عاوز مين؟ انا عايز متولي بيه زلاطة. لسه بتقول زلاطة؟ قلبي انا هوديك عند زلاطة بيه. والنبي وانت كمان بتقول زلاطة؟ انت مرفوض. خلي زلاطة ينفعك. مرفوض مرفوض يا سيد الارزاع على الله. انا عارف، انا مش فاهم حاجة ابدا بجد. الراجل ده 100% عنده عقدة زلاطة. اسيبك منه. تعالى معايا. زلاطة قلبي. زلاطة تعالى معايا بس. استنى انا هتعبك. زلاطة قلبي. انا بقول زلاطة وانا بقول قلبي. الا عقدة زلاطة. قول يا سبحان الله. ايه ده؟ نعم. متولي فين؟ وانا مش عرفني، بتسالني على متولي ليه؟ نعم، مش صاحبك وحبيبك. اسمع بقى، ما قلناش هناخد في ايد فلوسنا الدبال الازرق مش عارفه طريق جر. طب رواق وانا هجيب لكم فلوسكم انا. يما اهلا اهلا اهلا. ايه حكايه متولي بيه زلاطه دي؟ حكايته مطينه فوق دماغه. 16 ما يدفعش الايجار والنبي يطلعهم على جدته. بلا 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 يا ست بلا. بس المهم هو فين الاول؟ بالليل انت بس عليه عشان اشرب من دمه زي ما مصي دمي المده دي كلها. جات له بلوه مسيحه. ما تزعليش نفسك يا ست. يلا بينا يا استاذ. مسيحه؟ يلا بينا. انا فين التراخر؟ ده احنا ما سبناش حته ما رحناش، وكل اللي نقابلهم عايزين يقتلوه. اصل ظروفه سيئه. المهم لازم نلاقيه في ظرف ساعه. ساعه؟ ودي معقول يا استاذ؟ ايوه معقول. اسمع. ما فيش غير حل واحد. ورايا. ايه الدوشه دي؟ ده صوت بوليس النجده. بوليس النجده؟ وايه اللي جابهم عندنا؟ مش عارف، يمكن حادثه ولا جايين يقبضوا على حد ولا حاجه. ده طلع ايه عندنا؟ الله، ده معاه اسم محمد. يكونش الراجل، يكونش الراجل يا خراشي. انا ضعت. ضعت؟ ايه اللي انت عملته عشان متولي؟ يظهر صاحب الجبري مات. مات؟ والله العظيم انا ما عملت له حاجه،
هو في الاول جاي يعمل قمت له واحده امي مات. هو انا اللي كنت فاكرك انك راجل طيب يا سميت وقالي والله العظيم انا هحكي لك على كل حاجه. ابعد عني ابعد عني يا سفاح 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 يا هو ده متولي زلاطة. ألف مبروك يا متولي. استنى بس لما نفوقه. طبق الظابط احنا متشكرين جدا على مجهودك. متولي قوم يا حبيبي. والله انا ما عملت له حاجه يا سي محمد. ما هو على يدك طول عمره عنده القلب. انت بتتكلم عن ايه يا سي متولي؟ على متى زلاطه انت زعق لك نبي طاقه القدر انفتحت لك. انا مش فاهم حاجه. دلوقتي تفهم كل حاجه. تعال معايا. مش تفهمني مين الناس اللي حابلهم؟ دلوقتي تفهم كل حاجه. مين الناس دول؟ مش عارف. رجاله ولا ستات؟ مش عارف. مش عارف يكونوش وكلاء فنانين فلا. مش عارف يكونوش اصحاب كازينوهات وسمعوا صوت امبارح وعايزين نشتغل معاهم. مش عارف. مش عارف. امال ايه اللي تعرفه؟ مش عارف. اهم هما فين الناس اللي هقابلهم؟ مش عارف. تكونش غلطت في العنوان؟ تعالى. سيدي الصحابي الاصفر، بعد بحث دقيق وتحريات واسعه ومجهود شاق استطعت اخيرا ان انت متولي زلاطه. ايوه انا متولي زلاطه. ايه عايز ايه؟ بط بيحييك بيحييك. ها وانتم بخير. عطوني كان نجمة. نعم. في شبه كبير من بابا، انما متهيألي مناخيره اكبر من اللازم، بقه مش مطرحه ورجليه مقوسه. بالظبط كده. ابوك نقول له على الوصيه؟ لا احنا لسه ما عرفناش حاجه عنه. معانا هيروح فين؟ نفنطه على مهلنا. دي عامله زي خرج الحاوي. انا خايف لا يكون لسه جواه حد. انت ايه ايه؟ تعالى استنى. انت تعالى. انت انا معاك. انت عمك زلاطه مات. عم زلاطه بتاع امريكا مات. مات بسلامه. ساب لك ثروه فلوس 100 مليون دولار. 100 مليون عمي. الله يرحمك يا عمي. كلنا لها. ايوه ده غير منصب حاكم تكسيكو. الله يرحمك يا عمي ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. انتوا مش برضو حطيتوا طوبه تحت راسه؟ كده انت زعلان عشان عمك؟ الا زعلان ده انا زعلان جدا. ده عمي. عمي من لحمي ومن دمي. عمك كان بطل مات علشان تكسيكو. علشان يكسينا. شوف الانسانيه. مات علشان يكسينا. يكسيكو ده ايه؟ تكسيكو بلد اسمها تكسيكو. تكسيكو لا مؤاخذه اصل سمعي تقيل شويه.
باين عليه غبي. فعلا الخالق الناطق ابوكي. وكانت وصيته انك الوحيد اللي تورثه وتاخد بطاره. اورثه يا اخوانا ما اورثوش ليه؟ واخد بطاره واخد اي حاجه انتوا عايزينها. عارف مين اللي قتله؟ مين؟ التريجرز، ناس اشرار. هتقدر تقف قصادهم؟ اقف قصادهم؟ ده انا لسه امبارح واقف قصاد 300 واحد لوحدي. والضرب نازل زي المطر. نجمة باين عليه واد مخلص. تفتكر؟ طبعا. مش قادر احكم عليه. لازم يكون شجاع. عيلة زلاطة ما تخلفش الا رجالة وبس. 100 مليون دولار؟ يا خراب يا متولي. يعني كم بالمصري؟ دول يجوا لبشة فلوس. بالعربية رافع ايديه. اذا ما نزلتوش انا احرق العربية باللي فيها. حاضر حاضر ده احنا نازلين. خد ايدي يا اخويا. تعال يا حبيبتي انزل على رحلك يا حبيبتي. انا ما افلك. ايه الموضوع؟ مين فيكم اللي اسمه زلاطة؟ اللي اسمه زلاطة يتكلم احسن له. زلاطة؟ زلاطة يا ده يا دي. انت زلاطة؟ زلاطة ايه؟ ده انا جون البلكوسي بشتغل حنوتي، ودول الجماعة بتوعي. فعلا ده الخواجة جوزي وانا زوجته العزيزة. وايه اللي موديكوا تكسيكوا؟ اصلنا لسه متجوزين جديد وعاوز اكون نفسي، وسمعت ان تكسيكو الشغل فيها على ودنه، وانا المساعد بتاعه. مش عايزين تتكلموا؟ اتكلموا احسن لكم احسن ما ضيعكوا. انا عرفت مين زلاطة. مين فيهم؟ هو ده. اهلا اهلا سنيور زلاطة. اهلا بيك يا فندم. انت شرفتنا. ده الشرف لي انا يا فندم. انت هتهزر معايا؟ ابدا يا فندم. بس خدوه فسحوه.
تصحوني فين يا فندم؟ انا متنسح كده كويس. يلا بينا. تعالي يا فندم، تعالي يا فندم. الدنيا حر والواحد عايز حتة طراوة. ودي فيها طراوة؟ يلا بينا يلا بينا. يلا بينا على فين؟ انا مش متحت من هنا، مش منقول من هنا. انا عايز افهم ايه الموضوع. الناس دول كانوا بيجروا ورايا ليه؟ عايزين يموتوني ليه؟ ما هم عارفين انك جاي تنتقم لعمك. يا سلام، وانتوا جايبين هنا عشان كده؟ يا سلام، ما احنا قايلينك الكلام ده في مصر. يا ست هانم، انا مش بتاع كلام من ده، انا مش بتاع كلام من ده. الكلمة دي تاني هتروح، انما على الآلة. طب مش عايز اروح. لو عرفوا انه جمال هياكلوا بسنانهم. دخل بيه. لا لا أقدم لكم متولي زلاطة، خليفة زلاطة الكبير. وإذا كان المرحوم زلاطة الكبير مات، فزلاطة الصغير جاي وهو مصمم إنه يخلص تكسيكو من جميع الأعداء. صدقوني أيها السادة، ورث عنه حاجات كتير أوي، ورث عنه بلاوي. أيها السادة، نفس الشجاعة، الجرأة، الإقدام، الحنان، الغضنفرة. أقدم لكم مزولي ثلاثة. الكلام ده علينا أنا؟ طبعاً. أعداء اللي هخلص عليهم؟ أعداء تكسيكو. مال أنا ومال تكسيكو؟ أنا عايز أروح. ما تبطل الغلبة بقى، الناس واخدة فيك قلم وأنت ما تسواش نكلة. أنت يا ست قرش راحتي ليه؟ ولا جوز أمك. اخرس اخرس. بص ابتسم ابتسم. قول حاجة لشمبرة. أي حاجة. بيبا زلاطة، بيبا زلاطة، بيبا زلاطة، بيبا
سيداتي انساتي سادتي، والسلام عليكم ورحمة الله. ايه ده جامد اوي. عمي مات، الله يرحمك يا عمي. عمي الله يرحمه كان في شبابه في توة الحسنية، وكان عليه ايد رحمه الله زي المرزبة. وانا اذكر ايها السادة انه مرة مسك اتنين وفقعهم دماغين فلقهم نصين. يا خسارة ما خدش حاجة من عمه. وكان الله يرحمه كان الله لا خد. انتوا شوية عيال عيال، ما انتوا شجالة. انتوا كنتوا عايزين نعمل ايه؟ اسمي عليكم؟ انا طول الوقت بضرب لوحدي. الرصاص خلص مني، كنت هضرب بايه؟ تضرب ايه؟ اضرب بايدك، اضرب برجلك، اضرب باي حاجة. اصل هم اتكتروا علينا واحنا عددنا قليل. لا يا اخويا اتكتروا علينا. تريجر يا فندم يا محترم ياخد دم جيش بحاله. ايوه بس الجدع قريب زلاطة ده طلع نمرة. ما شفتش كان طايح فينا ازاي؟ عندك حق يا اخي، ما هو ده اللي مجنن. شفت عمل ايه في البرنيطة؟ ده لو كنت جواه شوية كان زماني بعت. طب ايه العمل؟ ما هو لازم نتصرف بسرعة. بقى في مصر يجروا ورايا وهنا كمان يجروا ورايا. طب في مصر بيضربوا بالشلاليت ولا ككيم، انما هنا ما يعرفوش عربي. با 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 على طول. انت بتكلم نفسك بتقول ايه؟ هو الكلام عندكم ممنوع؟ يا سلام، مش كفايه المقلب اللي شربناه منك؟ ايه انتوا اللي شربتوا مقلب ولا انا؟ بريه منك بريه. سيدي والزلاطه وطي صوتك ما تفضحناش. سيدي والزلاطه مش قادر اعبر عن فرحتي عن سعادتي انا هنايا لما شفتك. والله يا مدام. يا اخواتي هو، يا اخواتي هو عينيه مناخيره حمامه وشعره كله كله. هو مين؟ المرحوم العزيز الغالي عمك. اتفضل قدامي اتفضل عشان تستريح. استريح اعمل ايه يعني؟ ايه يعني مش هتنام؟ هو انتوا بتناموا زينا؟ يا حبيبي يا ضنايا تعبان يا روحي مش كده؟ تعالى بقى لما اعرفك باوضه المرحوم. يلا عشان تستريح على اذنك يا حبيبتي خليكي مستريحه اوعي تتحرك. يلا. والله يا استانم انت ست طيبه قوي مش زيهم. مش كده؟ طب يلا. اتفضل اسمي صوري اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يجعله عامر. صباح على خير يا سلام. هنشوف الايام الحلوه بترجع تاني زي ما يكون امبارح. انا وايه اللي امبارح؟ هو انا قصدك ايه يا سلام؟ ما تاخذنيش يا سلام تولي، اصلك بتفكرني بالمرحوم وايام المرحوم وكلام المرحوم. وده مالك المرحوم؟ هو المرحوم وراه كل حته. معلش اصلك انت ما تقدرش تتصور قد ايه كنا بنحب بعض يا متولي. حبيتك العافيه يا سهالة. شكرا. اتفضلي بقى عن اذنك. ليه؟ لاني انا مضطر. ايه؟ مجبر اني اقلع. اقلع يا اخوي ما تعملش تكليف، ده انت من ريحه الحبايب. لا يا راجل بلاش كلام فاضي. ايوه بس انا بس ايه؟ اصلك انت ما انتش عارف معزتك عندي قد ايه. انا من ساعه ما شفتك وانا زي زي اللي بحب على روحي. ايوه بحب على روحي. هي بصت عندكم لازم عملوها على الصوره. هي ايه اللي عملوها على الصوره؟ لا ما تاخديش في بالي. استنى خفيف. ميرسي. زي السكر. ميرسي. بقول لك ايه؟ نعم. مش عايز حاجة، أي حاجة. عايز إيه؟ عايز أروح. لا يا حبيبي نروح، أنا أروح معاك أي حتة، إن شاء الله أروح معاك في داهية. يا خجل جمالو، قمر، قمر 14. Oh,
نازل نجمة؟ على فين العزم إن شاء الله؟ أبدا نازل أشم شوية هوا. وفوق كنت بتشم بترول؟ وليه التقطيم ده بقى؟ كنت فاكراك راجل طلعت أرنب. ست أنتي؟ نعم. مفيش داعي أهانات دي. ليه مش مكسوف من نفسك؟ البلد كلها معتمدة عليك وأنت بتهرب. ولا قلتهم يعتمدوا عليا؟ أنا يا ستي مش بتاع قتل وحرب. أنا راجل فنان ومطرب عاطفي. وصية المرحوم عمك. يا دي المرحوم عمي وانا اللي قلتله يموت. طب اتفضل امشي، واذا حصل لك حاجه انا مش مسؤوله. قصدك ايه؟ طبعا اهل البلد مش هيعتقوك، ده غير التريجرز يهمهم انك تمشي لوحدك عشان يصيدوك. يعني مقفله من ناحيتين زي الضمنه. قلت ايه؟ هستنى طبعا. يا في اقوالك؟ حلوة وصحتها كويسة. تسير اخدك معايا يا مصر وتشوفي مش وقت. ايه في ايه؟ كله كويس. اتفضل يا هاني. ايه؟ العب انت بتسرقني وانا قاعد. تعالى يا شاك، انت بتسرق داخل خاني. قانوني وانت خسر وكل خاني جرعوني. العب مظبوط لحبسك. Yeah.
أصلاً. يا هاني. يا استاذ ايه اللي بتعمله ده؟ ما الحرب خلصت وانتصرنا. صحيح طبعا، وكنت بطل. مش معقول يا هاني. مين زينا بنقدنا؟ مين زينا؟ احنا الفايزين. مين زينا بنقدنا؟ مين زينا؟ احنا الفايزين. كسعنا ومضحضحنا وجعلنا مش نافعين. مين زينا؟ مين قدنا؟ مين؟ مين زينا؟ احنا الفايزين. في بظلاطة قائد اعظم مصري خطير. في بظلاطة انا اشكركم على التقدير. شير 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 شير. احسب دي دم الاعداء، على دي في صدرك حرز او حطها مطرح ما تشاء. نشرب يلا في صحة بعض وفي صحة اسعدها مساء. جبنا مناخرهم في الارض، طلعهم بعد العركة نساء. ايوه نساء. لا وعيال بيقولوا واه، والشروا بعيد عنكم باه، وعشان كده بقى حالهم طين. مين زينا؟ مين قدنا؟ مين زينا؟ احنا الفايزين. مين زينا؟ مين قدنا؟ مين زينا؟ احنا الفايزين. كاس عمناهم وضحضحناهم وجعلناهم مش طبيعيين. جريهم جري الفرم القط، وبقى الشاطر اللي يفط، واللي مبلم واللي مسلم، واللي وقع ورفع في ايديه، وهدومه الداخليه عاملها رايه بيضه تدل عليه. في بظلاطة قلنا يا ساده بلاش اسماء. في بظلاطة الفضل ما هوش ليا لوحدي، فضل جميع المشتركين. مين زينا؟ مين قدنا؟ مين زينا؟ احنا الفايزين. مين زينا؟ مين قدنا؟ مين زينا؟ احنا الفايزين. Thank you.
الفيزيكا مين زينا مين قدنا مين مين زينا احنا احنا الفيزيكا كسعنا ومضحضحنا وفعلنا ومش نافعين انت غير قميصك اللي كله باب ده. والله اتهنى وبقينا مداس للي يسوى اللي ما يسواش. انا جاك ابن التريجرز اللي صوتهم زي الطبل في السرقه والنهب والقتل والاجرام اللي مجرد ذكر اسمهم تتقفل البلاد. نتبهدل بالشكل ده؟ ده احنا الحايزين على الميداليه البرونزيه. يا صديقي الايام دول. النهارده فوق بكره تحت. ايوه. اخص عليك يا دنيا اخص. انا شخصيا مش قاعد. ما بقناش عايش في الحته دي. طب استنى خدني معاك. ما حدش منقول من هنا. ما هي اصلها تقفلك من كل ناحيه. لا لسه في حل. خلي الحل ليك انت. انما احنا مش قاعدين. اغبياء جبنا. لازم انا افكر لكم في كل حاجه. هنعمل ايه يعني؟ يمكن في دماغه حاجه. ما فيش في دماغه حاجه غير الخطه اللي خدها. دم خفيف. ظريف. دلوقتي يا صاحبي اسمعوني كويس. لا مؤاخذة أنا يظهر غلطت في نمرة الأوضة. تعال هنا. أنت رايح فين؟ مش عارفني ولا إيه؟ مين؟ نجمة! مش معقول، إيه اللي أنت عاملاه بنفسك ده؟ تغيير، فستان جديد، إيه عجبك؟ عجبني؟ ده حاجة تفشس، حاجة تجنن. أنت كنت مخبية الجمال ده كله فين؟ ولا مخبية ولا حاجة. أنت اللي نظرك على قدك. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش إمبارح وأنت طايحة في التريجرز ولا بارجة حربية. ما أنت كمان كنت بطل. وليه؟ انما هتقدري تمشي كده من غير سلاح؟ ايه؟ ودي معقوله؟ هاي ما يفوتكيش حاجه ابدا. انما قولي لي انت مش لابسه حاجه في رجلك؟ ما اعرفش يا سيدي. الجزمه ضيقه عليا ومش عارفه البسها. ازاي الكلام ده؟ وريني كده. وريني. ده ايه ده؟ اللهم صل على النبي. بس بلاش نتأدب. هو انا لسه قلت حاجه؟ امال اقول ايه على شعرك وعوامك وشفايفك وعينيكي؟ عينيكي؟ ايه اللي في عينك ده؟ في ايه؟ وريني كده. طب وعيني التانية؟ ايه ده؟ مت ولا ايه؟ اصل عينها عينها. طب قوم قوم. عينها؟ انت بالرغم من شجاعتك امبارح وجرأتك اللي تشيب لقرع الا انه يلزمك تمرين كبير. تمرين؟ تريجرز مستحيل يسكتوا على اللي حصل لهم امبارح وبصراحة مش هيعتقوك. لازم تتعلم. اذا طب ما البركة فيكم. اسمع الكلام اللي بقولك عليه ما تضيعش وقت. معلش خلي حكاية التمرينات دي عليا انا. طلع المسدس ونشن زي ما فهمتك. ازاي؟ كده اهو. وبعدين بقى مش وقته. عاوزك ترشق الخنجرين دول في الشجره دي. ها. من عينيا. يا غني الله هم راحوا فين؟ دول كانوا لسه في ايديا. تعال تعال. ايه
ايه رايك فيها النهارده؟ عظيم. لو لسه ده انا هسوي الهوايل. تصبح على خير. وانت من اهل. كبير زلاطة بنت عمي نجمة. انا رخر بقول البت دي فيها ريحة من عيلتنا. اسمع مفيش وقت للكلام ده. انت الوحيد اللي ممكن تنقذها. طب انا قلت حاجة مكتبة بيها. شرط التريجرز انك لازم تروح لوحدك. اروح لوحدي؟ ما بقى البوليس. مفيش بوليس. لو اي حد راح معاك هيقتلوا نجمة. يقتلوا نجمة. يقتلوا نجمة. نجمة. انا هغير هدومي. قومي يا نجمة قومي. اما نشوف زلاطة بتاعك ده هيعمل ايه. بلاش القتل ده دلوقتي خليه بعدين. اعمل ايه يا ربي؟ هو الشجيع في الافلام في المواقف اللي زي دي بيعمل ايه؟ تاني خد بالك انا كويس لحد ما ارجع. ايوه عشان نعمل لهم حفله سوا هما الاثنين. والله وقعتي وما حد سمع عليكي. متولي كلها 10 دقايق ويجي لك خبره. انا هشرب نخ بموت مقدما. تشربي معايا حلوه. اي كوترا رومان. متولي جاي لك يا بنت عمي. انا بعرضك يا بيه. انا عيل وشك في الحيط وقفاك ليا. شفت عملتلك في ايه؟ بس يلا احسن يحصلونا. لا ما تخافيش انا معاكي. تعالي. يلا بينا. يلا بينا. استنى. ايه في ايه؟ انت ايه اللي خلاك تنقذني؟ عشان مش وقت الوقت. يلا استنى. لما عرفت ان انا بنت عمك. مش ده السبب. امال ايه السبب؟ عشان بحبك. صحيح. ايوه صحيح. يلا. فالح يا اخويا. يا ريتك اتخلفت منك 10. والعمل مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ مفيش غيره. هو اللي يقدر على زلاطة. مين ده؟ اخطر فارس في الغرب. اسرع واحد في ضرب النار.
اللي اتحكم عليه 16 مرة بالإعدام ومات؟ هرب. اسمه ايه؟ بيلي. بيلي ذا كيد. قولي. نعم. انت كنت بتعرف بنات في مصر؟ هما اللي كانوا بيعرفوني مش انا اللي كنت بعرفهم. طب بنات تكسيكو احلى ولا بنات مصر احلى؟ بنات مصر طبعا. يا سلام. ازاي؟ ما تنسيش انك مصرية. بيلي، كل اهالي تكسيكو معتمدين عليك علشان تخلصهم من زلاطة. زلاطة اللي خرب بيوتهم ويتم اطفالهم. مفيش واحد في تكسيكو ملوش طار بايت عند زلاطة. احنا حبينا نساعد اهل البلد لكن ما قدرناش عليه. علشان كده احنا بعتنا لك، لاننا متأكدين انك الوحيد اللي تقدر تقف قصاده. ها قلت ايه؟ طويل قدامك حب كبير. انا شايف نجمة واقفة جنبيك. صح صح. اتقاط اتقاط يا شباب. ارسو تاني. سينيور زلاطة. الراجل ده عاوزك. اهلا وسهلا. اي خدمة سينيور زلاطة؟ انا جاي ابلغك ان بيلي زاكيت يشرفه انه يقابلك في الشارع الرئيسي بكرة في الفجر. بكل ممنونية يا اخي. يقالس ويشرف. ثم اشمعنا في الفجر يعني؟ انتهت الرسالة، تسمح لي انصرف؟ بلغ الاستاذ بيلي زاكيت تحياتي وان انا مستعد اقابله في اي وقت يعزني فيه. شكرا. بس انا مش فاهم ليه في الفجرية مع بتوع اللبن. مش يستنى لما الواحد بس يقوم من النوم ويفت عينيه وياكل لقمة ويشرب فنجان شاي؟ اشمعنى يعني في الفجرية؟ مش عارف. هو مين بيلي زاكيت؟ طب حد عارف هو عايزني ليه؟ مالكم؟ سكتوا ليه؟ ما تنطقوا. نجمة، تعرفي بيلي زاكيت؟ بيلي زاكيت أخطر سفاح في الغرب. في الغرب في الشرق عايزني أنا ليه؟ عايز يبارزك بالمسدسات. يبارزني أنا بالمسدسات؟ ليه؟ من كتر ما سمع عن سرعتك في اللعب بالمسدس. سمع عن سرعتي انا؟ مين اللي قال له؟ مين اللي قال له؟ اخص عليكم يا فتانين. لها ساعة زمن وكل شيء انتهي. احنا مش عايزين نسيب حاجة للصدف. جايزوا رجالة. Thank you.
ده اللي وقع وما عرفناش نسمي عليه. ولا روح كانت وقال لي فكك اتزوج. هايف وحقير بيفكرني بابو. ابوها كان هايف كده يا امه؟ اسخن منه. الله يرحمك يا ابو. حد عندكم هنا بيدق كفته؟ لا مش كفته، ده اعلان من الاهالي ان بيلي زكيت في طريقه لهنا. عن اذنك اذا سمحت. نعم في ايه؟ اخذ مقاسك من فضلك. مقاسي ليه؟ عشان ترتاح في التابوت يعني لما غرين عن ابو خاشك. هي التوابيت دلوقتي بالمقاس بتتفصل؟ قال عشان ابقى مرتاح. قال ابن المجنونه. بقى يجرجروني من مصر عشان يقيسوني هناك. يا ربي بس الغلب اللي انا فيه ده وعم. الدق وقف. وصل. وصل يا خبتك التقيله يا متولي. وصل. شد حيلك يا متولي. ما تنساش ان كل تكسيكو معتمد عليك. ليه يا اخي؟ معتمدين عليا انا ليه؟ انت امل تكسيكو يا متولي. اشوف وشك بخير يا نجمه. خدي بالك من العيال. عيال مين؟ احنا اتفقنا على الجواز وقلنا هنخلف 12. 12؟ طب اتفضل. Dun 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 dun.
اسحب مسدسك. نتقابل في ظروف احسن من كده. شكرا.
فيفا ثلاثة 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 بس بس مكانكم كل واحد مكانه أنا وأنت هناك يا جماعة خليكوا معايا بس أنت اللي عم تتكلمش كتير سينيور متولي زلاطة يسرني باسم شعب تكسيكو أن أعلن تنصيبكم حاكما عاما على مدينة تكسيكو. فيفا زلاطة 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 أنا متأسف ما أقدرش أقبل المنصب ده. أنا مسافر. إزاي تسافر وتسيبنا؟ ده غير قانوني. مال مين يدافع عننا؟ ده احنا من غيرك هنضيع. الارض دي ما يدافعش عنها الا اصحابها. اشوف وشكم بخير. الله. على فين؟ على أجمل وأحلى بلد في الدنيا. على مصر. مصر؟ مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، وإن كان لوني قمحي، ده من فضل مصر.